تواصلنا مستمر، انطلاقاتنا مستمرة بأرضية هذا الميدان لانطلاقة هذه الأشواط المتتالية والمتعة والإثارة بأرضية ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في منطقة السويحان، حيث تتواصل أشواط الحقائق بمتعة وإثارة بتواقيت زمنية أولها في الإبكار 4:25 كان مع غنايم السعدي، حيث انطلق شوط القعدان الذي يعتبر الرئيسي في صباح هذا اليوم. أول أشواط القعدان هنا نسير مشاهدينا الأعزاء بإعطاء المعلومة والنداء والإذاعة للخمس المراكز المتقدمة، حيث يأتي أو تأتي البداية هناك مع أيضا مشاهدينا الأعزاء نقد الدكتور سعيد بن سالم الشيخ يقدم انطلاقة ووجود نقد، بينما قناد محمد بن سالم بن ناصر النعيمي يقدم انطلاقة أيضا قناد. المركز الثالث هو شميمي أو سراب محمد بن عبد الله بن بعيض النيادي يتقدم في هذه اللحظات في المركز الثالث. ننتقل إلى الرابع عباب محمد بن خميس بن علي البطيني. المركز الخامس يوف المتسلل إلى الرابع، هذا الواضح حمد بن غارب بن علي بن حمود الظاهري يقدم انطلاقة وجود الواضح، كذلك أيضا انطلاقة مشاهدين الأعزاء. المركز الخامس نشوان محمد بن عزير بن محمد الحميري يتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير في انطلاقة هذا الشوط ومنافسة هذه الأسماء التي تظهر أمام حضراتكم في شوط يحمل أيضا ثقل ووزن. الأسماء المشاركة في هذا الشوط لها سجلات أيضا ماضية في بداية أيضا منذ بداية الموسم إلى أن نصل بالقرب من نهايته، حيث يتقدم الواضح إلى مقدمة هذا الشوط حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يأتي على المقدمة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. يتحرك قناد محمد بن سالم بن ناصر النعيمي، ركز يا منصور ركز مع وجود هذه النوعية على المركز الثاني، بينما المركز الثالث فيأتي نقده الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. ثلاثة قعدان لها سجلات هذه يعرفها جيدا الثلاثة المراكز الأولى. ننتقل إلى المركز الرابع الحميري، يأتي أيضا بوجود وانطلاقة نشوان محمد بن عزير بن محمد الحميري. والمركز الخامس البطيني مع عباب محمد بن خميس البطيني يأتي في المركز الخامس، ولكن انفردنا الثلاثة المراكز الأولى والبطيني بدأ يحرك أيضا. عباب بدأ يتحرك مع عباب في المركز الرابع، ياهي معركة في القعدان ما بين هذه الأسماء المتقدمة بقيادة الواضح حمد بن غالب بن حمود الظاهري يأتي ليقود المسار. نقد للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، كذلك أقناد محمد بن سالم النعيمي. المعركة قوية ما بين هذه الأسماء المتقدمة المنطلقة أيضا بالإبداع الكبير، ولكن الواضح يا سلام بدأ يتضح أمام الملأ الجميع لينطلق بشعار بن حمودة حمد بن غانم بن حمودة الظاهري يأتي بسلالة الواضح واضح العاصفة، يقدم هذه النوعية الذي أيضا أتذكره في أرضية هذا الميدان يا ما حطم من الأرقام القياسية في التيم والتوقيت. ينطلق بشعاره الاقتصادي بشعار بو غانم. حمد بن غانم بن حمودة الظاهري يبدع بإبداع صباحي، يبدع بوجود نوعية ممتازة ما شاء الله تبارك الله. هذا الواضح وإبداعاته، هذا الواضح وعروضه الممتازة منطلقا إلى ناموس، معبرا أيضا عن قوة مشاهدين الأعزاء استطاعته على اختطاف الناموس الأول بانفراده في الأمتار الأخيرة. تهانينا لحمد بن غانم بن حمود الظاهري. المركز الثاني للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، ثالثا محمد بن سالم النعيمي، رابعا عباب محمد بن خميس البطيني، خامسا حشيم حاضر بن علي بن حاضر المزروعي. التوقيت 4:25 الواضح حمد بن غانم بن حمود الظاهري. تهانينا وناموس، مشكور يا ابو راشد محمد بن راشد الزرعي من قاده في التضمير.